اليوم هي صرخة غضب نابعة من عمق الأعماق، صرخة غضب في حق رؤساء فرق يستيقظون صباحا يرددون بدواخل أنفسهم إني أرى رؤوسا قد أينعت وحان خطافها. رؤساء يسيرون فرقهم وكأنهم يسيرون شركات يملكونها، فيقدمون في لحظة غضب وبجرة قلم بإقالة هذا المدرب أو الاستغناء عن ذاك اللاعب من دون حسيب أو رقيب. يستهلكون المدربين وكأنهم يستهلكون أطباق أكلات سريعة، فيتم التعاقد وسط البهرجة والتصريحات المنمقة بشعارات المشروع الرياضي والآفاق المستقبلية المشرقة، ثم يتم الانفصال خلسة وفي صمت، إما بحضور ما يعرف الآن تجوزا بالسيد التراضي أو بالتوجه لرضاهات الجامعة بحثا عن تسوية مالية. بين هذا وذاك اللوم، كل اللوم يرمى على عاتق بعض رؤساء الفرق الذين يفتقدون لنظرة الثاقبة، يفتقدون لمشروع رياضي ورؤوسهم هي التي أينعت وحان قطافها.